كلمة إلى أبو معاوية في زفاف الأستاذ جلال ناصيف من كتاب البراق. بسم الله الرحمن الرحيم، أفضل الصلاة والتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نبارك للعريس أخونا المهندس جلال ناصيف، وهو من أحد منسوبي كتاب البراق، ونقول له بارك الله لكم في زواجكم هذا، وعلى إقبال جميع المجاهدين العزاب أن يتزوجوا، والمتزوجين كمان مرة أخرى، وإن شاء الله نقول النصر قريب بإذن الله، وزفافنا مستمر وأعراسنا مستمر ونصرنا مستمر بإذن الله، وسوف تتحرر سوريا قريبا عاجلا بإذن الله، وتعم الأفراح في سوريا جميعا وفي بلاد الشام. السلام عليكم ورحمة الله. الشيخ أبو مصعب، كلمة مع الشيخ أبو مصعب في هذا الجواب. بسم الله الرحمن الرحيم، أقول للعريس المهندس جلال ناصيف، بارك الله لكما وبارك الله عليكما، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقكما الذرية الطيبة الصالحة، إنه على ما يشاء قدير. رغم هذا الحرب الشرسة التي نخوضها مع عصابات الأسد، فإننا مستمرون في حياتنا الطبيعية، نتزوج ونأكل ونشرب، لا يهمنا أي شيء. مثلنا كأمثال صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم تزوج بعد غزوة إحدى الغزوات، تزوج في بعدها مباشرة، ونحن أيضا مستمرون في حياتنا بشكل طبيعي، نتزوج ونخلف الأولاد، ونريد أن نرى أولادنا في معسكرات الجهاد ينشأون نشأة صالحة بإذن الله سبحانه وتعالى، وأسأل الله لكم التوفيق. صلوا على محمد وزيزي مكهولة.